صلاة يوم الجمعة من شهر رجب، وهي 4 ركعات بين الظهر والعصر، يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسي 7 مرات وسورة قل هو الله أحد 5 مرات، ويقول بعد الصلاة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأسأله التوبة 10 مرات. وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى هذه الصلاة كتب الله تبارك وتعالى له من يوم يصليها إلى يوم يموت كل يوم 1000 حسنة، وأعطاه الله تعالى بكل آية قرأها مدينة في الجنة من ياقوتة حمراء، وبكل حرف قصرا في الجنة من درة بيضاء، وزوجه الله تعالى من الحور العين ورضي عنه رضا لا سخط بعده، وكتب من العابدين، وختم الله تعالى له بالسعادة والمغفرة، وكتب الله له بكل ركعة صلاها 50,000 صلاة، وتوجه ب1,000 تاج، ويسكن الجنة مع الصديقين، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة.